يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نميز بين الكبائر والصغائر من الذنوب؟ وهل حلق اللحية وإسبال الثياب يعد من الكبائر؟ إسبال الثياب من الكبائر، لأن الرسول توعد عليه بالنار، قال ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، فينطبق عليه ضابط الكبيرة. وأما الصغائر فهي ما نهي عنه ولم يرتب عليه وعيد في الآخرة ولا حد في الدنيا، وإنما فيه النهي فقط، هذا يعتبر من الصغائر. نعم.